هي من عند الله سبحانه وتعالى، يؤتيها من يشاء ويمسكها عن من يشاء. فإذا أتتك البركة فمن الله وحده وليس بشطارتك، لكن الله سبحانه وتعالى قد يمحق بركة شخص ما أو عائلة ما أو أمة ما، وقد ينزع عنه هذه البركة لأسباب. من أجل هذا كان لجلب البركة وللحصول عليها ولوجودها فيما ذكرت من علم ورزق وسكينة وبيت وولد وإلى آخر ذلك ووقت، أن لها أسباب ومفاتيح.